إن الشيطان لكم عدو، ماذا قال أيضا؟ فاتخذوه عدوا. فعل أمر يعني فرض، أفعال الأمر الصادرة من الله هي فريضة أيها الأحبة، ليست أعمال مستحبة أو من أحب أن يفعلها ومن أحب، لا، هي فعل أمر يعني مفروض عليك أن تتخذه عدوا. طيب أنا كيف أتخذ كائنا لا أراه؟ مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ولك أخي الحبيب، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. تخيل الدم في العروق، الشيطان يجري فيها، الشيطان يتسلل لداخل خلايا دماغك، لداخل خلايا صدرك وقلبك، فيوسوس ويؤز أزا ويعني ينزغ نزغا، وسوسة خفية يوسوسها لك هذا الشيطان. الهدف أن يدخلك معه إلى جهنم، لأنه يعلم مصيره المحتوم، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الله وعد الشياطين وسيدهم إبليس بنار جهنم، لا مفر من هذا المصير، فهو يريد أن يأخذ أكبر عدد من الناس معه إلى جهنم بسبب الحقد والغل وبسبب الإضلال والإغواء الذي تعهد به. لذلك أخي الحبيب لا تقل لي أنا غير مهتم بهذا الموضوع، أنا مؤمن أصلي وأصوم، لا، القرين يبذل جهد مضاعف مع الأتقياء، لذلك ينبغي أن نتعرف على خصائص هذا القرين. لماذا أصلا، لماذا سخره الله، لماذا خلقه الله من الأساس؟ يعني كان يكفي أن يخلق البشر متحابين وكل الخير فيهم ويبعد هذا الشيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة أخي الحبيب، أنه أراد أن يخلق مخلوقا هو أنت أيها الإنسان، وأراد أن يكرمك فيسلمك قيادة هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، ما معنى خليفة؟ متحكم، متصرف، مسيطر. طيب حتى تستطيع أن تحكم الأرض لابد أن تمتلك حرية القرار، اتخاذ القرار. يعني أنت لا يمكن إذا ذهبت إلى الشركة وخسرت أو فشلت، لا يمكن أن تحمل الحارس المسؤولية، ستحمل المدير، لأنه هو صاحب القرار، هو اتخذ قرارات خاطئة. لذلك يسأل الملحد لماذا خلق الله الشر؟ لأن الله وضعك في قيادة هذه الأرض وعرضك لمجموعة من الاختبارات، ولكن بنفس الوقت سبحانه وتعالى عادل، جعل معك قرينا من الملائكة المؤمنين ملكا يأمرك بالخير، وجعل معك قرينا من الجن، وطبعا هو كافر يعني من الشياطين، يأمرك بالشر، لأن الشيطان خلق من نار، هو من الجن، إبليس هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعلا بئس لك أيها الملحد أن تتخذ أولياء من دون الله، أن تتخذ شهواتك إلها من دون الله، بئس للظالمين بدلا، بئس هذا البدل أن تستبدل تعاليم الإسلام الرائعة المليئة بالحب، المليئة بالتسامح، المليئة بالخير، المليئة بالعافية والطمأنينة والسعادة، تستبدلها بتعاليم الشيطان التي تدلك على الشر والمرض والخوف والهلاك. لذلك هذا القرين أول صفة له أنه يوسوس وسوسة خفية، يعني الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من رحمة الله وعدل الله أنه لم يترك الشيطان يتحكم بك أو يوسوس لك، لا، جعل لك كل الاحتمالات مفتوحة أمامك. ولكن من ميزات القرآن الكريم أن الله أنزله لنا ليوضح لنا الطريق الصحيح، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طبعا هناك أحاديث نبوية، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا يا رسول، وإياك يا رسول الله أيضا، يعني أنت أيضا لك قرين من الجن؟ قال وإياي نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم.
هذا رسول الله، هذا النبي الكريم، أكثر من صبر وأكثر من ذكر الله وأكثر من أطاع الله وأكثر من بلغ وأكثر من دعا وأكثر من أفاد البشر. ينظر اليوم ملياري مسلم، لولا هذا النبي الكريم ما هو مصيرهم؟ هو الذي علمهم، هو الذي يعني تعب كثيرا في سبيل أن يوصل لنا تعاليم الإسلام الرائعة. لذلك كل واحد حسب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الصحيح وكل به قرينه من الجن. هذا القرين من الجن، ما مهمته وما حدود صلاحياته؟ يعني هل يستطيع أن يضر أو ينفع؟ لا. هل يستطيع أن يتحكم بك؟ لا. أقصى شيء يمكن أن يفعله هو أن يوسوس. طيب كيف نعلم بوساوس هذا القرين؟ بكل بساطة، أي شيء من الإثم يحاك في صدرك، أي شيء يعني أنت يزين لك مثل فعل فاحشة أو نظر إلى امرأة بما حرم الله، أو أكل مال الربا، أو اللهو، أو الاستماع إلى الأغاني واللهو والعبث والمسلسلات والمقاطع الكوميدية هذه، كل هذا اعلم مباشرة أن الشيطان القرين يعني هو الآن يخاطبك. كل واحد منا طبعا عندما يجلس معه موبايل فيفتح، يمكن أن يخرج له منظر لامرأة عارية مثلا، واليوم طبعا الإلحاد العالمي ينشر هذه الفواحش ليضل الناس عن سبيل الله. في اللحظة التي تحدثك نفسك وتوسوس إليك نفسك وتقول والله أنا سأضغط على هذا المقطع، يجب أن تنتبه أن هذا أمر ووسوسة ونزغ من الشيطان. نزغ يعني هذه الوسوسة الخفية. انتبه أن هذا القرين يحاول أن يضلك في هذه اللحظة ليأخذك معه إلى نار جهنم ثم يتخلى عنك يوم القيامة لما قضي الأمر. الشيطان يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ثم يقول إني أخاف الله رب العالمين، يعني يتخلى عنك. هذا هو الشيطان، وهذا هو قانون الإلحاد اليوم أخي الحبيب. الإلحاد ماذا يفعل؟ يحرضك على فعل الفاحشة، وعندما تصاب بالإيدز أو تصاب بمرض قاتل أو تصاب بمرض منقول جنسيا يقول لك أنت عالج نفسك، هذا ليس لي علاقة. بينما الإسلام من قبل أن تفعل هذا الفعل الإسلام قال ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. مجرد الاقتراب يعني الزنا بعيد هناك، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. القرآن عالج لك المشكلة قبل وقوعها، بل حتى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قطع أسباب الفاحشة وما يتلوها من أمراض ومشاكل من الأساس من الجذور، تماما مثل أن تقطع شجرة من جذورها. لا, لا, لا يعود هناك نبات أبدا. فالملحد يزين لك الطريق ويزين لك فعل الشر ثم يتخلى عنك، وهذا هو حال الشيطان. فلذلك في اللحظة التي تشعر بهذه الوسوسة عليك أخي الحبيب أن تدرك أن هذا القرين بدأ يعمل، فتتذكر هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني أول إجراء عملي لمحاربة هذا القرين، هذا القرين لا يمكن أن تتخلص منه على فكرة، هو موجود يعني ويرافقك حتى يوم القيامة، يأتي ستأتي الآيات ويتبرأ منك يوم القيامة، يقول قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. طبعا هنا أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقول أيضا وقل يا محمد عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا من أسباب مقاومة القرين. القرين يمكن أن يصل إلى مرحلة ييأس منك فيكف أذاه عنك، يعني يحاول على مدى 24 ساعة في الليل والنهار وبكل الطرق، عندما ييأس يكف أذاه عنك. لذلك تجد المؤمن بعد فترة من الصلاة والصيام والقيام والتدبر والثقة بالله والعلم بالله تجد الشيطان يتراجع كثيرا، ييأس. أصلا إبليس سمي إبليس لأنه أبلس يعني يائس من رحمة الله، فإذا هم مبلسون يائسون. لماذا يجب أن نتكلم بالكلام الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ قال القرآن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن هو ينزغ بينك وبين زوجتك،
بينك وبين جارك، بينك وبين ابنك أو أبيك، ليوقعكما في الشر. وبالتالي هنا ينبغي أن نحذر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة بالله ضرورية أخي الحبيب. في أي لحظة تدعوك نفسك لأن تتذوق لذة النظر إلى مقطع مثلا أو أغنية أو شيء يلهو عن ذكر الله، تذكر فورا أن هذا القرين بدأ يعمل الآن. مباشرة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني علاج سهل جدا، ولكن نادرا ما نتذكره أو نطبقه. فورا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يتدبر القرآن ويعلم من هو الله ويعلم من هو الشيطان ويعلم ضعف الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويعلم أن هذا الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين. قال له الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ليس لك عليهم سلطان. إذا ليس لك عليهم سلطة أو سيطرة أو قوة تحكم. إذا القرين هل يتحكم بمصيرنا؟ نعم ولا. الجواب نعم ولا. كيف يعني نعم ولا؟ نعم إذا كانت مناعتك ضعيفة ضده، لا تعلم من هو، ولا تعلم ماذا يدعوك، ولا تعلم ما هو المصير الذي سيأخذك إليه، فإذا هو يتحكم بك ويسيطر عليك ويصعب أن تتخلص منه. طيب إذا كانت مناعتك قوية، ما معنى مناعة قوية؟ اليوم العلماء يقومون بتجارب لكي تكسب مناعة ضد فيروس معين. يتم حقن جسدك بشيء من هذا الفيروس ولكن شيء ضعيف جدا، فالجسم يتعرف عليه تدريجيا. ففي المرة القادمة عندما يغزو الفيروس جسدك، الجسم يتعرف عليه ويبطل مفعوله. فأنت عندما تتعرف على القرين وتتعرف أن هذا القرين موجود معك وهو يحاول دائما أن يغويك، أن يضلك، أن يأمرك بالفاحشة، أن يأمرك بقطع الرحم، أكل مال الحرام، كل ما يغضب الله يأمرك به ليأخذك معه إلى جهنم. عندما تدرك هذه المعلومة الآن تبدأ تحذر منه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.